بالاستعانة بمتسلق جبال وطائرات عمودية، بلدية مسقط تنجز 87% من أعمال الحماية الخاصة بطريق بوشر العامرات، والذي يتعرض أحياناً لانهيارات صخرية تشكل خطراً على مستخدمي الطريق. أفادت الجمعية الفلكية العمانية أن هذا اليوم يتساوى فيه الليل والنهار، حيث كان شروق الشمس في الساعة 6:15 صباحاً، وستغرب في الساعة 6:15 مساءً. وزارة الإسكان تنوه أن الموعد الجديد لسحب قرعة الأراضي السكنية بولاية شناص، والذي تأجل بسبب الأحوال الجوية، هو يوم الخميس 24 من الشهر الجاري. فاز متسابق السلطنة ببطولة الإمارات روتكس ماكس للكارتينج في جولتها 11، والتي أقيمت على حلبة ياس بأبوظبي، بعد تصدرهم للمراكز الأولى.